السلام عليكم حبيبات، معكم شهيوات ام واليد. ان شاء الله اليوم لا شهيوات لا والو. واليد خربش لي الحيط كامل بالقلم الازرق الجاف. ان شاء الله رحت شريت الصبغه، ربي البيت محب لي يصبغ لي لا والو، مكسر بحصك. رحت شريت الصبغه وراح ندير راني نخلط فيها ان شاء الله. ديديكاس ام مجاود حبيبتي، راه تصور فيها، راه تعاون فيا. مجاود مزهره، راجلها يصبغ ويدير كلش. نسى الحراير اللي عندهم الزهر شي كيما انا. المهم حبيباتي، بعد ما تصبغ الحيط ان شاء الله نوريكم لكم النتيجه. ان شاء الله تجي شوشه وشابه، والله لا عجبتو رب البيت. ان شاء الله غير تعجبني انا، ان شاء الله اخرب لي الصالون والي. والسلام عليكم، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم حبيبات، معكم شهيوات ام واليد. ان شاء الله اليوم لا شهيوات لا والو. والد خربش لي الحيط كامل بالقلم الازرق الجاف. ان شاء الله رحت شريت الصبغه، رب البيت محب لي يصبغ لي لا والو، مكسر بحصك. رحت شريت الصبغه وراح ندير راني نخلط فيها ان شاء الله. ديديكاس ام مجاود حبيبتي، راه تصور فيها، راه تعاون فيا. مجاود مزهره، راجلها يصبغ ويدير كلش. نسى الحراير اللي عندهم الزهر شي كيما انا. المهم حبيباتي، بعد ما تصبغ الحيط ان شاء الله نوريكم النتيجه. ان شاء الله تجي شوشه وشابه، والله لا عجبتو رب البيت. ان شاء الله غير تعجبني انا، ان شاء الله اخرب لي الصالون والي. والسلام عليكم، دمتم في رعايه الله.